إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فضل الله، لا يزال الحديث عن تلكم البقعة المقدسة من الأرض، عن معقد الرباط وموطن الجهاد، حيث محو الأفئدة ومشت رحال القلوب هناك بغزة. فمنذ الجمعة الماضية يعيش أهل غزة هدنة توقف فيها القتل وتحرر فيها بعض أبناء فلسطين من الأسر. تلك الجمعة التي رغمت فيها ألوف المعتدين الغاصبين، فما هم بعد طول كبرياء وشدة غطرسة غطعوا لأوامر المقاومين مكرهين، وها هم بعد طول حصار وتجويع فتحوهم وأبنابهم معبرا صاغرين. ألم يتوعدوا في أول الحرب بأن يدخلوا ويسترجعوا أسراهم بأنفسهم من غزة؟ فكم جيشوا لذلك الجيوش، وكم أعدوا من العدة؟ ألم يعد العالم بالقضاء على المجاهدين تماما بغزة؟ ثم ماذا كان؟ فشل ذريع وهزيمة منكرة غاية مفعله، استعراض للقوة على المستشفيات والمدارس والمنازل والمساجد، وتقتيل للأطفال والنساء والعجزة والمرضى. هذا غاية ما أنجز قتلة الأنبياء وإخوان القردة والخنازير أمام مرأى العالم كله. وصدق الله القائل في عز في محكم التنزيل: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإن يقاتلوكم رجلا برجل وجنديا بجندي يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لأجل كل ذلك كان لابد لأولئك المهزومين من هدنة تحقق لهم شيئا مما وعدوا به أقوامهم، وتسترجع لهم بعض أسراهم. ظاهر الأمة هدنة، وباطنه إعلام هزيمة وعلامة إعياء. ولم يبق إلا الاختفاء وراء مصطلح الهدنة والاختفاء خلف الوسطاء. وصدق قيوم الأرض والسماء القائل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. سبحان الله، آية كأنها نزلت اليوم. فهل هزموا المجاهدين وتخلوا في المرابطين وقضوا على المقاومين؟ هل أضعفوا من عزيمة العزل الصابرين المحتسبين؟ بل أن حال أهل غزة اليوم كحال تلك الصحابية التي دعي إليها أكثر من قريب في غزوة أحد، تفقد أخاها وابنها وزوجها وأباها وهي تقول: مع كل دعي ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: فهو بخير كما تحبين. فتقول لهم: أرونيه. فلما رأته صلى الله عليه وسلم سالما قالت: كل مصيبة بعدك تهون. رأيناهم رغم مصابهم وفقدهم لعائلاتهم وفلذات أكبادهم يدعون بالنصر والتأييد والسلامة للمقاومة، ويظهرون في جلد عجيب دعمهم للمجاهدين المرابطين. هكذا يهون عليهم كل مصاب ما لم يصابوا في النخوة والشوكة. عباد الله، هذه الهدنة تجعلنا أيضا نقف مع آيات من سورة الأنفال لنتبصر من خلالها الهدي الإلهي والتشريع الرباني وجهاد السنن الذي علمنا إياه ربنا في كتابه سبحانه وتعالى. قال في سورة الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، إلا أن هذا الجنوح لا يكون إلا بعد الإثقال في
العدو ومجابهته وإعداد العدة لكل ذلك. لذلك سبقت تلك الآية بقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم. أخذ بهذا مجاهد غزة، فما جنحوا للهدنة إلا بعد إعداد محكم، إلا بعد الإثقال في العدو وتعريفه قدره وتعليمه حده. والضعيف المنهار المستسلم لا يقبل العدو، لا يقبل العدو أي المعادلة أصلاً. وقد يسأل السائل: ألم تقول لنا أن اليهود أهل مكر وخديعة، فكيف تكون معهم الهدنة؟ كيف تأمن مكرهم وغدرهم وخيانتهم؟ يجيبك الباري سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فنصر المؤمنين نصر حتمي ووعد ربنا لمن توكل على الله وجاهد بسنن الله. فسبحان الله، لم يترك القرآن شيئا إلا فصله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بآيات الذكر الحكيم. أقول ما أسمعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يسجد لكم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. الله، وإن سأل سائل: هل بين أن بين القرآن أوصاف الذين يقولون أهل الاستفادة من الهدى في كتابه؟ فما على السائل إلا أن يتم قراءة الآيات من سورة الأنفال، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وليجد قوله سبحانه: وألف بين قلوبهم. وفي نهاية الآية قال: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالرابح في كل هدنة هم المؤمنون الذين ألف الله بين قلوبهم، الذين وحدهم الله على كلمة واحدة، الذين اعتصموا بحبل الله المتين، أولئك المتضامنون من كل المخلوقين. ولم ينظروا إلا للخالق جل جلاله، وتلك الله هي صفات أهلنا المرابطين هناك بغزة منذ بدء العدوان الغاشم. ثم انتصر في قراءة الآيات، ثم نستمر في قراءة الآيات لتعلم أن الهدنة مثلها هي سبيل لتقوية وتثبيت لصفوفهم، فهي أيضا تعرية للمنهزمين المتساقطين على الطريق. فتأتي الآيات مذكرة بمن تكون الهدى سببا لخضوعهم ولاستكانتهم ولعودتهم إلى الدنيا ولتقاعسهم عن الجهاد. أولئك يسقطون الطريق، أولئك يسقطون الطريق، وستبقى عصمة أسبة منهم مجاهدة بإذن الله عز وجل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فالهدنة يا جماعة، فالهدنة ليس فترة قعود أبدا، الهدنة فترة إعداد واستعداد وتدريب وتمايز أكثر للصفوف. فيعود من تتملك الدنيا قلبه، وتبقى فئة من دعاة الحق الذين لا يضرهم من خذلهم، حتى إذا انقضت الهدنة المؤقتة كانت الحرب. وكان المجاهدون الصادقون فرسان تلك المعارك. عباد الله، علمتنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هدنة الحديبية كان فتح خيبر، ثم كان فتح مكة. وإننا نرجو من المولى القدير سبحانه وتعالى أن يفتح الله لنا خيبر هذا الكيان الغاصب المحتل، تلك الهدنة التي سماها القرآن فتحا مبينا، رغم الشروط المجحفة التي لم يتحملها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه في صحيح مسلم. فنزل القرآن على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله أفتح هو أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه، نسأل الله أن يطيب نفوسنا
وأن يقر أعيننا بفتح من عنده يستبشر له المؤمنون ويقال بهم المرجفون. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم فك فسر نبينا صلى الله عليه وسلم من أيدي الغاصبين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وحد الصفوف، اللهم وحد الصفوف، اللهم وحد الصفوف. اللهم إن أعداؤك في بيت المقدس لا يعجزونك، اللهم أهلين فيهم يوم فرعون وهامان وقارون. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما، وتفرغنا من بعده سالما معصوما، ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن نور الحق علينا، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والصلاه الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الله سمع الله بحمده. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.